خديجة بوجنوي رئيسة لجنة المناصفة والتنوع بالقناة الثانية ومومبغ بيرمانون ديال لو ريزو لي بان افريكان. اليوم حنا حاضرين في هذه الندوة الصحفية باش نعلنوا على المنتدى ان شاء الله اللي غيكون نهار 6 و7 مارس هنا في الدار البيضاء في المغرب. هذا العام غادي نتكلموا على المناخ، على المسائل المستعجله بالنسبه للمناخ والدور ديال وسائل الاعلام في تنوير الراي العام بالنسبه لهذا المشكله. هذا العام عندنا 300 صحفيه بان افريكان، ذاك العام كنا 200، وغنتكلموا كذلك على جميع لي زاكسيون اللي كيداروا العام كامل اللي كيقوموا بهم هاد الصحفيات. هو هاد الشبكه تاسست في هاد دون سيت اوبتيك لا، هما صحفيات اللي عندهم لوغ بوا كل وحده في البلاد ديالها، ولو فات اللي كيمثلوا جميع البلدان ديال القاره الافريقيه 54 دوله كيتجمعوا، اذا الصوت ديالهم كيولي عنده صدى مهم اكثر من ملي كتكون قضيه مخوضه بشكل انفرادي.